Now I have the honor. I have the honor to introduce my dearest professor, Dr. Tawhida Yassin. Professor Tawhida is the elegant national and international figure in the pediatric hepatology. Tawhida, احنا تعلمنا منها الكثير وما زلنا نتعلم الحقيقه في pediatric hepatology. Professor Tawhida كان ليها الفضل في established of the hepatology unit in Shams University. فهي كلنا أبدان صاغية لأستاذتنا الفاضلة أستاذة الدكتورة توحيدة. She will present an approach to neonatal hepatitis. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا أنا المناصرين بتاع المؤتمر بالذات طبعا الدكتور هشام ودكتورة نهال دكتورة رانيا دكتورة صفاء وجميعا دكتورة نانسي لك على اتصال بيا والجميع ويعني أنا استفدت كتير جدا من قعدتي في الفترة اللي قعدت فيها في معاكم استفدت كتير جدا مع إن أنا يعني في سكة تانية خالص لكن استفدت كتير الحقيقة واتمدى اسمي مرتين فيعني فيعني حاجة جميلة جدا. أنا اللي هتكلم النهاردة على حاجة بعيدة قوي عنكم ومش عارفة أنتوا بتشوفوها قد إيه الحقيقة. لكن أنا بشوفها كتير ريفيرد منكم. اللي هي neonatal hepatitis. الأوبجيكتيفز أوف ذيس توك إن إحنا نديفاين الفورمز أوف neonatal hepatitis. إيه هم الفورمز؟ إيه اللي بنقصده بكلمة neonatal hepatitis؟ واحنا وانا هستخدم الابريفيشن ده ان اتش هب عشان في حاجه ثانيه هتبقى ان اتش بس الايدنتيفاي ريد فلاجز انا هدفي من المحاضره الحقيقه هو مخاطبه النيوناتولوجيست اللي هيقابل العيان اول مره فالهدف ده هيكون مختلف عن لما اكون بكلم الهيباتولوجيست اللي انا بديله تفاصيل مختلفه خالص فانا هنا زي ما بقول عايزه ديفاين الفورمز identify red flags وidentify potentially treatable conditions and manage them as early as possible. ايه الفورمز اوف neonatal hepatitis؟ عندنا الاكيوت ليفر فيلير عندنا الكوليستاتيك فورم اوف neonatal hepatitis سواء بنقسمهم للو جي جي تي وهاي جي جي تي والنون كوليستاتيك فورم. لازم نبقى عارفين من الاول احنا بنتعامل مع اني فورم اوف neonatal hepatitis. لان اللي بيجي في ذهننا احنا الهيباتولوجيست ان احنا بنتعامل مع الكوليستاتيك اللي هي الموست كومن فورم اوف neonatal hepatitis لانه البيبي دايما بيبقى عنده سكارسيتي او بوستي ناتشرال فيسيولوجيكال بوستي اوف هيز بايل داكتس فدايما اي هيباتايتس تيجي له بتميل انها تاخد الكوليستاتيك فورم لكن احنا هنا بنتكلم بقى على other forms ولها أهمية كبيرة وحطيناها رغم أنها not the commonest لكن it is the most important and the most severe اللي هي الأكيوت ليفر فيلير وبعدين الكوليستاتيك زي ما قلنا والكوليستاتيك بنقسمهم لهاي جي جي تي ولو جي جي تي والنون كوليستاتيك فورم of acute hepatitis of hepatitis neonatal hepatitis طب إيه الريد فلاجز اللي لما أشوفها لازم أتصرف بسرعة قوي وياخد بالي قوي على البيبي ده. اولا انه بيبقى عنده a watch out for a high bleeding tendency. لان البيبيهات لو هو عنده neonatal hepatitis احتمال يبقى عنده فيتامين كي deficiency فبالتالي عنده bleeding tendency. ف I should watch out for the bleeding tendency including ال INR والplatelets. I should watch out for hypoglycemia لان كتير قوي من اسباب neonatal hepatitis بيحصل معاها hypoglycemia. فwe should watch out for hypoglycemia وطبعا we know the seriousness of hypoglycemia في النيونات. لو لقينا ان البراز بتاعه is persistently pale, persistently pale stools لازم this is a red flag لازم بنتصرف عليها على طول. ال prenatal او الobstetric history بتاع البيبي ده او الام دي لو عندنا history ان جالها قبل كده neonatal deaths كتير او انت او ستيل بيرث او بري تيرمز لازم ناخد بالنا قوي من البيبي ده
او لو جال هيستري عندها انه في الفتره الاخيره من الحمل جالها اي انفكشن او دايريا او فيفر، يبقى برضو ده حاجه ممكن تكون من الكوكساكي والانتيرو والنون هيباتوتروبيك فيروسز. Presence of neurological signs at any time is a very serious condition طبعا و very يعني red flag بالقوي، و any acutely ill baby is a red flag طبعا. طيب ايه ال potentially treatable conditions اللي احنا بندور عليها؟ اولا احنا انا حاطة ده ال sequence ده هو ال sequence اللي احنا بندرسه لل postgraduate لل primary doctors، لكن مش هو نفس السيكونس اللي انا هتكلم بيه، لان ده السيكونس بتاع الكومن والليس كومن، لكن انا لما هتكلم بالسيريس والمور سيريس. البوتنشالي تريتبل كونديشنز طبعا اهم واحده السيرجيكال كونديشن اللي هو البيليري اتريسيا والكوليدوكال سيست، السبسس، سام فيروسز يعني الهربس سي ام في، الانبورن ايرورز اوف ميتابوليزم، اندوكراينال كوزز HLH hemophagocytic lymphohistiocytosis والجلد اللي هو الجستيشنر الوايميون ليفر ديزيز نيونيتال هيموكروماتوزس. دول بالترتيب بتاعهم دول ار بوتنشال تريتبل. احنا ما ذكرناش هنا كل اسباب النيونيتال هيباتايتس، احنا ذكرنا البوتنشال تريتبل ليه؟ علشان نعرفهم بسرعه ونحاول نعالجهم بسرعه، لان الكوزز ار فاست، في vast majority يعني اعداد كبيره جدا من causes of neonatal hepatitis. زي ما قلت انا مش هتكلم في الاول على الكومن، انا هتكلم على السيريوس اللي هي اول حاجه فيهم الاكيوت ليفر فيلير. واول حاجه هتكلم فيها في الاكيوت ليفر فيلير هي الجستيشنال الوايميون ليفر ديزيز اللي هو نيونيتال هيموكروماتوزس. احنا زمان كنا بنسميها نيونيتال هيموكروماتوزس، لكن دلوقتي كلمه نيونيتال هيموكروماتوزس دي فينوتايب، والجلد كلمة جلد دي is the pathogenesis. النيونيتال هيموكروماتوزس ممكن تحصل لأسباب تانية مش بس للجستيشنال الوايميون ليفر ديزيز، لكن الجستيشنال الوايميون ده الموست كومن، موست كومن كوز اوف نيونيتال هيموكروماتوزس. ايه هي الديفينيشن بتاعها؟ هي ليفر فيلير بلس اكسترا هيباتيك سيدروزس، يعني اكسترا هيباتيك ديبوزيشن اوف ايرون. فين؟ في البنكرياس، مش في الميدالري اكسترا ميدالري، يعني مش في الميدالري سيستم، في البنكرياس، في الهارت، في الثايرويد، في السليفري جلاندز. طب الليفر فيلير ده بيبقى اكيوت دايما؟ موستلي ات از اكيوت، لكن ات كود بي ا كرونيك ليفر فيلير. الفيتس بيبقى نازل فيتال سيروزس، نازل بسيروزس هو من الاول فيتال سيروزس. طيب ايه الباثوجينيسيس بتاعها؟ يمكن الصوره دي تبين احسن الباثوجينيسيس بتاعها. زي ما شفنا هي نوع من الالو اميون ليفر الو اميون نيونيتال او فيتال ديزيز. ايه اللي بيحصل؟ الفيتال ليفر بتطلع انتيجين، الانتيجين ده اراوند 12 ويكس بيدخل على الماتيرنال سيركيليشن البلاسينتا والماتيرنال سيركيليشن. المذر تروح مطلعه اي جي جي لل انتيجين ده، وهي عاده الاي جي جي ده مش ممكن يطلع قبل 12 ويكس، فعاده الكونديشن دي كلها بتحصل بعد 12 ويكس. الاي جي جي بيطلع بيكتيفيت الكومبلمنت ويعمل C5B9 ده الكومبلمنت، ده الماتيريال دي اسمها ممبرين اتاك كومبلمنت او ممبرين اتاك يعني ممبرين اتاك كومبلمنت، يدخل على الهيباتوسايتس يبوظها، يبوظ الهيباتوسايتس لدرجه انه الفيتال هيباتوسايتس لدرجه انه لما نيجي نشوف الباثولوجي بتاعه بعد كده الليفر دي ما يلاقوش فيها هيباتوسايتس من كتر الهيباتوسايتس، حتى it didn't have the chance to grow وتعمل هيباتوسايت بحقه حقيقي. defeat the hepatocytes that were attacked. طيب هو ليه بيحصل extra hepatic و extra medullary hemosiderosis؟ ليه بيحصل deposition of iron؟
لان بتحصل حاجه اسمها البلاسنتال اهي البلاسنتال ايرون انفلكس. البلاسنتا كانت المفروض انها فيها فيروبورتين، ودي حته بقى يعني دم شويه، البلاسنتا اهي فيها الفيروبورتين، لكن مين التشيك بوينت بتاع الفيروبورتين؟ الهبسيدين. الهبسيدين ده بيطلع منين؟ من الليفر. الليفر دي ليفر بايظه مش عارفه تطلع هبسيدين، فالهبسيدين ما طلعش. الفيروبورتين اللي في البلاسنتا اتفتحت، الجيتس اتفتحت، والايرون طلع من البلاسنتا، دخل على الاورجنز المختلفه، دخل على البنكرياس، دخل على الهارت، على الثايرويد، السليفري جلانز. ات ذا سيم تايم الترانسفيرين، احنا عارفين ترانسفيرين هو اللي بيحمل الايرون في الدم في السيركيليشن، الترانسفيرين بيخرج من الليفر، الترانسفيرين كمان قل، فكمان ما فيش حاجه، في حاجه اسمها الترانسفيرين نون ترانسفيرين ايرون زاد في السيركيليشن. النون ترانسفيرين ايرون اللي مش متشال على الترانسفيرين يعني حر الحركه، ادام حر الحركه هيروح ديبوزيت بقى في الاماكن المختلفه اللي كان المفروض ما يبقاش فيها ديبوزيشن اوف ايرون. عشان كده نيونيتال هيموكروماتوزس مش بس بتحصل في الالو اميون ليفر ديزيز، بتحصل في حاجات تانية كمان، منها الميتوكوندريال ديزيزز، منها البايل اسيد سينثيتيك ديفكتس. ليه؟ لان الليفر بتبقى سيفيرلي افكتد، فبيحصل اللخبطه دي كلها في الهبسيدين والترانسفيرين وهكذا. طيب هنشخصه ازاي العيان ده اول ما يجي؟ هنلاقي ان عنده حاجات مش عادي قوي. طبعا هو عشان نقول عليه اكيوت ليفر فيلير لازم يبقى عنده كواجيلوباثي نوت ريسبوندينج تو فيتامين كي انجكشن. يعني اي عيان عنده كواجيلوباثي وهو ليفر ديزيز طبعا وعنده كواجيلوباثي، يبقى ده عنده يا اما ليفر فيلير يا اما حاجه هتتصلح بالفيتامين كي. اديته فيتامين كي وما تصلحش، يبقى ده ليفر فيلير. الغريبه بقى ان عنده لو البيومن. ليه لو البيومن؟ لان الكونديشن ستارتد، السيروز ستارتد انترايوتيران. والغريبه برضو ان عنده الانزيمز بتاعته تكاد تكون نورمال، نورمال او لو، عكس الهيباتيتس اللي بنشوفها. الهيباتيتس يوجوالي از ا هاي انزيمز، هنا الانزيمز ار لو او نورمال، يعني نورمال انزيمز ان ذا بريزنس اوف لو البيومن اند كواجيلوباثي. طبعا جوندس ممكن تبقى موجوده، السبلين يوجوالي از نوت فيلت، يوجوالي ما عندهمش سبلين، اونلي 10 تو 20% منهم بيبقى عندهم سبلين. بنلاقي الالفا فيتو بروتين بتاعه عالي، فما نزعلش لما الاقي الالفا فيتو بروتين. الالفا فيتو بروتين ممكن يعلى في العيان ده، بيحصل لهم رينال هايبوبليزيا. عيانين دول ممكن يجي لهم رينال هايبوبليزيا لان الانشوتنسينوجين المهم في الرينال ديفلوبمنت بيطلع برضو من الليفر وبرضو مش طالع، فبيحصل لهم رينال هايبوبليزيا. الفيريتين بتاعهم بيعلى لكن بيبقى مودريت اليفيشن، عشان ما نتلخبطش مع الاتش ال اتش، بيبقى مودريت اليفيشن. المهم ان الترانسفيرين ساتوريشن بتاعهم از فيري هاي، مور ذان 90% من الترانسفيرين ساتوريشن بتاعهم، يعني بيبقى اكتر من 90%. دي الدايجنوستيك كلوز بتاعته. طيب ده وي ثوت دلوقتي خلاص في ان ده جالد نيونيتال هيموكروماتوزس، هاو تو بروف ذا دايجنوزس. وطبعا الليب بايوبسي، ودي حاجه كان من زمان دكتور هشام دايما يفكر فيها، حكايه الليب بايوبسي دي، ودي نوت دينجرس خالص وما بتعتبرش انفيزيف، وممكن يعملها حتى لو عنده اي ان ار عالي. الليبر بايوبسي مشكلتها طبعا ان الاي ان ار بيبقى عالي في الوضع ده، وانها مش 100% دايجنوستيك الا لو، يعني حتى لو لقينا فيها ايرون اوفرلود، لانه في حاجات ثانيه بتعمل ايرون اوفرلود. لكن الدايجنوستيك هو الايمينو هيستوكيميل ستيننج ده لل 5 B9 كومبلمنت. طبعا التي 2 ام ار اي ايمجينج هيبقى مهم قوي، لانه بنشوف هنا اهو ده السبلينك، يعني اسمها ايه بقى الشكل بتاعه، او الابتيك، او لا يعني الابتيك بتاعته او الترانسلوسينسي بتاعته ده كده. الليفر هنلاقيها اسودت خالص، والبنكرياس اسود بكتير، معناهم ان فيهم ايرون كتير. الليفر اهي والبنكرياس compared، دايما we compare to the splenic
مش فاكرة بقى اسمه ايه، حد يقول انا قاعدة بقيت طول النهار اسمه ايه ده، انتوا فاهمين؟ اوكي. How to manage، ودي المهمة، ودي عشان كده احنا بنقول الكونديشن دي النهاردة، علشان بقى لها مانجمنت، مانجمنت مختلف خالص عن المانجمنت اللي كنا بنتكلم عنه من 6-7 سنين، مختلف خالص. بقى اسم بنعمل ده خلاص، ده الو اميون ديزيز، اتس ان الو اميون ديزيز، فزي اي الو اميون ديزيز عايزين نشيل الانتي بوديز، بنعمل دبل فوليوم اكستشينج ترانسفيوجن، عايزين ندي اي في اي جي 1 جرام بير كيلو، وطبعا في الاخر لو ما ينفعش بنعمل ليفر ترانسبلانتيشن. الاهميه دلوقتي بقت مهمه قوي، انه حتى اون سسبشن مش بس لانها فيتال كونديشن ولها مانجمنت لها تريتمنت، فوي ستارت ذا تريتمنت اون سسبشن، مش بنستنى لغايه نعمل بروف للكونديشن يعني. او طبعا في تريتمنت انتي ناتال للام، وفي تريتمنت بوست ناتال للبيبي. انتي ناتالي لو عندها لو جالها في اي وقت بيبي عنده نيونيتال هيموكروماتوزس، لازم نبتدي نديها الاي في اي جي 1 جرام بير كيلو ستارتنج فروم ويك 14 يعني وهي حامل. البوست ناتال مانجمنت اهو النيونيت، بنعمل الليب بايوبسي وهكذا، اف بوزيتيف دايجنوزس اوف نيونيتال هيباتيتس كونفير نيونيتال هيموكروماتوزس كونفير، هنعمل الكلام اللي هنا ده. طيب ده النيونيتال هيموكروماتوزس او الجالد نيونيتال هيموكروماتوزس. كمان في الميتابوليك كونديشنز، ودي يوجوالي البيبي بيبقى اكيوتلي ال، this is an acutely ill infant زي ما قلنا قبل كده، ان this is one of the red flags. ايه الحاجات اللي ممكن تحصل at birth من ال inborn errors of metabolism؟ الحاجات اللي تعمل liver failure، galactosemia، mitochondrial bile acid synthetic defects، والحاجات التانية كاليوريا سايكل وهكذا، المجموعة دي كلها. وأنا هنا يا رانيا كتبت الأسايتس عشان أنت كان نفسك في الأسايتس، فالأسايتس أهو اللايزوزومال ستورج، كل اللايزوزومال ستورج ديزيزز ممكن تعمل هايدروبس أو أسايتس. مش عايزة أدخل في التفاصيل لأن خلاص ما فيش وقت، وإنكم خلاص هلكتوا كلكم، لكن علشان بس أقول هنا إن الجالكتوزيميا الأنصت بتاعها في النيوناتال بيريد أند إيفن برينيتالي، يعني هو ممكن يتولد عنده جالكتوزي عنده جالاكتوز 1 فوسفيت اكيوميليتنج بالفعل. بيجي بجوندس، ممكن يجي بليفر فيلير. الجوندس بتاعت الجالاكتوسيميا بتبقى كوليستاتيك جوندس. طبعا بقيه الساينز والسيمتومز، ودي مهمه قوي الكاتاركت، وهنشوف دلوقتي لان الكاتاركت ده من الايرلي فايندنجز، يعني ممكن يحصل بدري قوي وممكن يبقى هو وسيلتنا في التشخيص. الهيريديتري فراكتوز انتولرنس برضو طبعا الانصت مش المفروض اتكلم عليه في نيونيت، لكن بتكلم عليه علشان في امهات بتحلي الحاجه بعسل او بسكر، فممكن يحصل مع التحليه اللي بالعسل والسكر ممكن يحصل ايرلي كده. الهيباتوميجالي طبعا، والجوندس والهايبوغلايسيميا، وممكن يعمل ليفر فيلير لو كان اكيوت. مش هنشوف بقى دول لان الوقت خلاص ما يسمحش. ده النوع الكاتاركت اللي بيظهر كاركترستيك اسمه اويل دروب كاتاركت، اللي بيحصل في عيان الجالاكتوزيميا. لو لقيناه خلاص بنبقى دايجنوزز تقريبا في ذهننا خلاص، وبنبتدي على طول المانجمنت، لانه دول عيانين لازم المانجمنت فيهم يبقى بسرعه ايرلي. وانا هنا في الحالات دي كلها في اللي جاي كله هتكلم دايما على السكريننج تيستس، مش هتكلم على الديفينيتيف دايجنوزز. الديفينيتيف دايجنوزز ده المفروض بيعمله بقى هيباتولوجيست بتاع الانبورن ايرورز وهكذا، لكن السكرينينج تيست لازم يعمله النيوناتولوجيست اللي هيقابل العيان اول ما يشوفه. السكرينينج تيست بتاع النون اللي هم الجالاكتوزيميا والفراكتوز انتولرنس هو النون جلوكوز ريدوسينج سبستنس ان يورين. احنا بنحب التيست ده قوي، لكن لازم نبقى عارفين ان له فالسز بوزيتيف ونيجاتيف. التست ده عباره عن ايه؟ ان احنا بنعمل في كليني ستيكس وفي كليني تيست. الكليني ستيكس دي اللي بتبين الجلوكوز، دي اللي موجوده عندنا في اللي بتتباع في كنا زمان نسيبها معانا في الاوت بيشنت. دي لو نيجاتيف يبقى ما فيش جلوكوز، يبقى خلاص كده ما فيش جلوكوز.
نروح عاملين البنديك تيست. البنديك تيست لو بوزيتيف تبقى دي اسمها نون جلوكوز ريدوسينج سبستنس ان يورين. الريكويرمنتس بتاعته عشان اعمل التيست ده لازم يبقى اخد سيفرال يورين سامبلز مش واحده. لازم كولكتد وايل ميلك فيدنج يكون بيرضع. ما يكونش لاست فيد نوت مور ذان فيو اورز. ما يكونش عنده اكسسيف فوميتنج لان ده كله هيخلي التست يطلع نيجاتيف. ايه الفولس بوزيتيف؟ انه يكون بياخد فيتامين سي مثلا او كلافوران. دي حاجات بتخلي التست يبقى بوزيتيف. او ان عنده اي سورت اوف ليفر ديزيز. عشان كده حتى لما بنيجي نقول لهم اكتبوا لنا بوزيتيف 1 بلس ولا 3 بلس. 1 بلس ده بيحصل مع كتير جدا من الليفر ديزيز بيبقى فيها نون جلوكوز ريدوسينج سبستنس تو ا مينيمال اماونت. طيب كده الميتوكوندريال هجيب سيرتها برضو. رغم انها ملهاش ديفينيتيف دايجنوزز او ديفينيتيف تريتمنت لكن بجيب سيرتها هنا. وطبعا اللي احنا بنتكلم عليه اكتر حاجه هي الريسبيراتوري تشين. دول كلهم ممكن يعملوا برايمري ميتوكوندريال هيباتوباثي لكن اللي احنا بنبقى خايفين منه قوي هي الريسبيراتوري تشين. سكريننج برضو السكريننج بتاعها اهم حاجه البلازما لاكتيت بايروفيت ريشيو. بلازما لاكتيت بايروفيت ريشيو اكتر من 20 بس لازم العينه تكون هي بتاعه البلازما اللاكتيت والبايروفيت. يعني ما اخدش عينه لاكتيت وبعد شويه اخد عينه بايروفيت. لازم تبقى من نفس العينه اللاكتيت بايروفيت ريشيو. في اذر تيستس طبعا في منها اللي موجود وفي منها اللي بنقدر نعمله واللي مش بنقدر نعمله. اعمل ايه اوكي دي مش مفيش ديفينيتيف تريتمنت لكن انا ذاكراها هنا. طبعا سبورتيف كير والالكارنيتين والانتي اوكسيدنتس والكلام ده كله لكن انا ذاكراها هنا عشان اقول لو احنا شكينا في عيان ميتوكوندريال ما نديهوش فينوباربيتون ما نديهوش ديباكين ما نديهوش كلورامفينيكول اللي هي الحاجات اللي ممكن تكون تستخدم في النيونيتس. الباربيتوريت ممنوع الديباكين ممنوع لاي عيان شكينا بس ان هو ميتوكوندريال. نيجي للفيروسز. في اثنين فيروسز بس اللي هنتكلم عليهم طبعا نون هيباتوتروبيك فيروس النيونيتس واليونج انفنتس مش هيجي لهم الهيباتوتروبيك فيروس صغير نادر قوي اللي هي A و B و C والكلام ده لكن هيجي لهم النون هيباتوتروبيك فيروسز. فما نروحش نعمل له بقى اول ما يجي هيباتيتس سي ولا هيباتيتس A حتى نعمل له الحاجات النون هيباتوتروبيك. واهمهم عشان له سبيسيفيك تريتمنت هو الهيربس سيمبلكس مثلا. الهيربس بيجي باكيوت ليفر فيلير. المود اوف ترانسميشن طبعا ممكن يبقى هيربس 1 او هيربس 2. هيربس 2 هيجي من الجينيتال تراكت. هيربس during delivery. هيربس 1 هيجي من الكونتامينيشن بتاع الهاندز وبتاع الحاجات دي بالفيزيكلز. بيعمل اكيوت ليفر فيلير ممكن يجي from day 4 to 8 of life اللي هو الانكيوبيشن بيريد بتاعته. جوندس هيباتوسبلينوميجيلي هاي ان اي ان ار ميوكوكوتينيوس ليجنز مش لازم تبقى موجوده. لو لقيناها this is a very good clue. عشان كده احنا بندور عليها لكن لو ما لقيناهاش this is not against herpes infection. الدايجنوزس بتاعه ان انا الاقي الهربس ان انا اعمل فيروس ايزوليشن او بي سي ار او انتي بوديز لكن انا ما بستناش حاجه من دول خالص. اون سسبشن الهربس بيتعالج اون سسبشن. On suspicion, once you suspect that this baby has herpes, you should start acyclovir على طول. ليه؟ لأنه المورتاليتي is very high والمورتاليتي is very high if the treatment is delayed. يعني الacyclovir is very effective لو اتاخد في أول 48 ساعة which much much less effective لو اتاخد بعد كده. عشان كده we treat on suspicion والtreatment بيبقى for 14 to 21 days. هنا الالوغاريزم ده علشان يورينا انه شايفين هنا ده proposed for management of neonatal acute liver failure. الاسايكلوفير is empirically given وكمان الIVIG is nearly empirically given اللي هو في حالات gestational autoimmune liver disease. We don't wait to diagnose. We give these drugs on suspicion. دي حاجتين الفيتاليتي فيهم عالية جدا.
الهيربس الفيتاليتي فيه عالية جدا والجالد نيونيتال هيموكروماتوزز الفيتاليتي عالية وإت كود بي أفويدد. السي ام في أنا جايبة سيرة السي ام في برضه لأنه له سبيسيفيك تريتمنت الجان سايكلوفير. السي ام في كاركترستيكلي بيعمل كوليستاتيك جوندس لأنه بيعمل فانيشينج بايل داكت سيندروم بيعمل وهو اتاكس البايل داكت فبيعمل كوليستاتيك جوندس. طبعا في other manifestations ممكن تكون أهم حاجة في الدايجنوزيس بتاعه غير البي سي آر وغير السيرولوجي اليورين. إحنا لما نيجي ناخد أحسن ييلد حتى للبي سي آر أحسن ييلد للفيروس إيزوليشن في اليونيتس هو اليورين كولتشر مش البلد اليورين. التريتمنت مش كل عيان عنده سي ام في بنجيله تريتمنت وأنا قصدت أقولها عشان كان في حوار على الجروب بتاعنا في الكلية. مين العيان اللي لازم ياخد all symptomatic congenital CMV should be treated وبنقول عليه congenital لو عرفناه في أول ثلاث أسابيع بعد الولادة وفي ناس بتقول أول شهر. لو تشخص والسيمتومز كانت موجودة في أول شهر he should be treated. all symptomatic congenital CMV should be treated حتى لو بعد الشهر الأولاني لكن عنده chorioretinitis he should be treated. عنده CNS infection CNS يعني manifestations لازم يبقى treated أو عنده severe end organ involvement. مش كل عيان إذا CMV بيبقى treated في special conditions في special situations. التريتمنت جان سايكلوفير أو فالجان سايكلوفير اللي هو البالسايت بنديه مدة طويلة جدا جدا من 6 أسابيع في papers كاتبة 6 أسابيع لست شهور. الكونجنيتال سي ام في انفكشن بياخد تريتمنت اب تو 6 مانث فعشان كده لازم نبقى عارفين قوي واحنا بنشخصه واحنا بنعالجه ان ده سي ام في فعلا هياخد التريتمنت 6 شهور طبعا. والسايد افكتس بتاعه الجان سايكلوفير على الكلى او بتاعه الفالجان سايكلوفير على البون مارو لكن هو مهم قوي عشان الدفنس اللي ممكن يكون بعد كده أو علشان الكونديشنز اللي قلنا عليها دي كوريوريتانيتس سي ان اس وهكذا. انا ما جبتش سيره مش معقول الواحد يتكلم على اي حاجه هيباتايتس دلوقتي ما جبش سيره السارس كوف 2 فدورت في الليتريتشر الحقيقه علشان الاقي هو بيعمل حاجه في النيونيت هيباتايتس يعني هو بيعمل في النيونيت لكن هل بيعمل نيونيت الهيباتايتس ما لقيتش غير الاثنين كيس ريبورتس دول وكلها حاجات بسيطه يعني هنا elevated ALT و AST هنا elevated bilirubin وفي الحالتين normalized by day 10 normalized by day 10 no other symptoms في واحد progressive chest symptoms في الثاني swab كانت positive لغاية day 18 في واحد ولغاية day 10 في واحد وطبعا الاثنين أمهاتهم كانوا COVID positive. يعني خلاصة الكلام إن الكورونا does not cause neonatal hepatitis except very temporary hepatitis يعني and very mild hepatitis. الحاجة التانية اللي لها treatment هي الهيموفاجوسيتيك lymphohistiocytosis. طبعا جوندس برضو دي بتبقى cholestatic جوندس يبقى احنا قلنا cholestatic جوندس CMV cholestatic جوندس HLH cholestatic جوندس galactosemia cholestatic جوندس elevated enzymes hepatosplenomegaly لكن الحاجة اللي بتخلينا يعني بتنور لنا كده عشان تقول لنا فكروا في الHLH ان يكون في cytopenia and this is not common in acute hepatitis in general او in hepatitis in general مش common ان احنا نلاقي cytopenia لكن عشان الاقي cytopenia اللي لازم حاجة نورت لي كده ندور على الHLH. الفيريتين طبعا بيبقى very high soluble antigen IL-2 soluble IL-2 receptor وهكذا والبون مارو بايوبسي وهي لها تريتمنت مش هنتكلم عليه بقى ده بتوع الهيماتولوجي اللي بيتكلموا في التريتمنت بتاعها. احنا اتكلمنا على الحاجات الخطر لكن لازال في حاجات مش خطر لكن تريتبل. السبسس واليورينري تراكت انفكشن. اليورينري تراكت انفكشن في اليونيت كان بي اكوز اوف جوندس وتقعد فتره طويله زي ما هقول اهو. البيليروبين usually is conjugated. It's usually a conjugated hyperbilirubinemia. بيعلى في اليوم الثالث وانتوا أدرى بقى بتوع النيوناتولوجي أدرى بالكلام ده مش بيعلى أول ما بيجي السبسس أول ما بيحصل السيمتومز
بيعلى في اليوم الثالث من السيمتومز بيبيك عند اليوم العاشر وبيريزولف عند اليوم الستين يعني يكون خرج من عندك وجا عندنا خرج من عند صفا وجا للرين بالضبط هو بيروح عند اليوم الستين بيفضل الجندس عنده لغاية شهرين الانزيمز بتعمل slower rise بتبيك عند شهر ونص تقريبا اللاب بنلاقي الانفكشن بروفايل بتاعه كله موجود بس هنا بنلفت النظر انه في النيونات الفيفر واليورينري سيمتومز ار نوت رير يعني هو عنده يو تي اي لكن ما عندوش ولا فيفر ولا يورينري سيمتومز يبقى احنا اللي بندور على اليورينري تراكت انفكشن لما نلاقي اي عيان عنده جوندس اندوكراينال يا دكتوره نرمين ويا عيني نرمين لسه هتقول ورايا مش عارفه انا كان نفسي انا وانت نقعد نتكلم هنا وخلاص طب نرمين الثايرويد الهايبوثايرويديزم ممكن يعمل نوعين من الجوندس يعمل اندايركت هايبربيليروبينيميا او دايركت هايبربيليروبينيميا واحنا مش هنتكلم عليها خالص لان خلاص السكريننج تيست بتاعها موجود وخلاص الهايبوبيتويتريزم كمان بيعمل جوندس بيعمل هايبوغلايسيميا لو تفتكروا احنا قلنا الهايبوغلايسيميا از وان اوف ذا ريد فلاجز فلازم لو لقينا عيان جاينا بهايبوغلايسيميا من ضمن الحاجات اللي بندور عليها الهايبوبيتويتريزم وبنبص على البينس لان البينس دي ممكن تعمل تبقى فيه مايكرو بينس وبنبص على الفندس انا ما شفتش هنا في مصر ولا حاله سبتو اوبتيك ديسبليزيا لكن لما كنت في انجلترا كان كل عيان جوندس يفحصوه بالثالموسكوب طبعا باد سايد اوف ثالموسكوب علشان يدوروا على الاوبتيك اتروفي اللي بيبقى موجود مع السبتو اوبتيك ديسبليزيا بيحصل مايلد انكريس في الاي ال تي والاي اس تي وطبعا التريتمنت بتاعها برضو هرمونال ثيرابي ولازم نفكر فيها علشان نديله البروبر تريتمنت اخر حاجه هقولها السيرجيكال كونديشنز اللي هي الاكس راي هيباتيك بيليري اتريزيا لازم نفكر فيها لما نلاقي عيان عنده persistently pale whitish stools طبعا كوليستاتيك اني نوع من الكوليستيزس هاي جي جي تي كوليستيزس لو الدايجنوستيك ورك اب بتاعه لكن الفكره ان احنا لازم نفكر فيه في اي عيان عنده persistently pale stools and high جي جي تي ودي الصوره اللي بنحطها كنا دايما للاندر جراديويت علشان نقول لهم الكوليستيزس بيل ستولز دارك يورين وده ايه ده انتراكرينيال هيموريدج ليه عشان فيتامين كي ديفيشنسي ومحدش ادى العيان ده فيتامين كي لما شاف ان الستولز بيل والدارك يورين من غير ما نشخصه مش ضروري نشخصه وهو عندنا على طول لازم ندي له حقنه فيتامين كي لانه ممكن يخرج من عندنا يجي له انتراكرينيال هيموريدج لا خلاص بقى كده وشكرا جزيلا Thank you, دكتورة توحيدة. الحقيقة you approach a very critical subject in a very simplified manner and a very valuable الحقيقة lecture. Thank you so much. Congratulations, دكتور هشام. الحس عاد وقتي بقينا لسه أربعة وسبعة إلا شوية والحضور ما شاء الله للآخر. فيعني ده معناه فعلًا يعني كلنا بنستفيد والحقيقة. يعني فعلا مؤتمر دسم اناو بقى ان شاء الله هنختم البتاع مع الدكتوره الجميله نرمين